هاي هاواي من أشهر الجزر بالعالم يلي بتضم مجموعة كبيرة من الشواطئ وبتجذب سنوياً عدد كبير من السواح. كلمة هاواي مشتقة من البروتوبولينزية سوايكي يلي بتعني الوطن. الكلمة الأكثر استعمالاً بهاواي هي ألوها يلي بتعني الحب وتستعمل للتحية ولا الوداع. بسبب عدد البراكين الناشطة بهاواي والانفجارات البركانية تعتبر الولاية الوحيدة يلي عم بتزيد مساحة اليابسة فيها. بركان كيلاويا هو أكبر بركان ناشط بالعالم واسمه بيعني التفجر لأنه بعده ناشط من 30 سنة لليوم. وماونا كيا هو أطول بركان بهاواي وقمته بتكون مغطاية بالثلج خلال فصل الشتاء. مين قال إنه هاواي ما بتعدل الساعة وعندها تايم زون خاص فيها وأبجديتها بتضم 30 حرف؟ أنا قال بشوفكم بكره.